السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معكم الطباخة فاطمة. أنا جيت عندكم اليوم إن شاء الله بواحد المناسبة ديال العرس إن شاء الله. دابا حنا جبنا الدجاج وحنا إن شاء الله كنقادو وغتابعو معنا إن شاء الله حتى لآخر لحظة. الدجاج نقيناه راكم عارفين النقيه ديالو. دابا راه حنا كنديروا له درنا له سميتو كنحمضوه بالملحه والحامض والهريسه. ايوا نخليوه يترقد وانتم كتشوفوا الطريقه ان شاء الله. مازال فيا العياد العرس الحلق ديالي شويه ماشي هو هذاك، لكن شي مشكل. حنا دابا غنتسامروا في الدجيجات هكايا ان شاء الله. شي ترقد مزيان في الحامض والملحه والهريسه والسكين الجبير كنديرها فيه انا باش كيجي بنين وزوين يشرب داك الشيء كيدخل في داك الشيء في الصدر ديالو كيجي فتين وكيجي مزيان بزاف. تبارك الله راه شي 60 فروج. ايه ونقدوها ان شاء الله بشويه بشويه تكنساليو. كدوز كلها تبارك الله في هذا الحامض والملحه. هو دابا سالينا شرملته هو هذا هو مشرمل وبديت نطيب. هو الفياج الاول طاب بعد الشرميل. هو الفياج الاول طاب والفياجات الاخرين راهم باقيين كيطيبوا مع كنطيبوا نطيب في السطح. مع كنطيب الليل. عارفين دابا راه الصهد جايه مع السيمانه فيها الصهد بزاف سخونه كنطيب في الليل ماشي يصبح كلشي طايب. الضو مشعل وما كيبانش داكشي هو هذاك، ولكن ما عندنا ما ندير. ها هو الدجاج كنعمر الطبله ومن بعد فاش كتعمر كنخويها عاوتاني وندير عاوتاني الفياجات الاخرين. هذا طايب هذه الضميره انتم كتشوفوا معايا على خاطر قلت لكم الليل كان بولات وصافي. هكا كاين اللي جايه مباشره كاين اللي بعيده كاين. تبارك الله جات واقفه زوينه. وندوزو للحم. هذا اللحم شرملتو ودرتو في الطاوات جوج. ها انتم كتشوفوها تبان الاولى تبان الثانيه. على هكايا الطريق كنمشيو ديال نصيب ديال اللحم. درنا العطريه ديالها كلها وشرملناه شرملتو خليتو في البانيو مرقد قريب نص ساعه هكاك. وعد فرقتو في الطناجر وديتو يطيب وراه دابا كيتشحر هكا. خليوه يطيب بالمهل. كنبغيش نجهدو البوطة ولا نجربو عليه كيطيب شوية. هادي البصلة دي البصلة دي اللي باش غادي نديروها مع اللحم. الفياجات التانيين هما هادو. دابا ان شاء الله غندوزو للتحضير ديال الهريسه. انت كتشوفوها هي الحامض مع الهريسه الزيتون اللوز غنديروه مع اللحم مع
على هكا، وغادي نكملوا الشغل ديالنا حتى تنساليو. هو هذا الدجاج راني كنحمرو دابا. هي بادية على بركة الله، كنحمر في هاد الطنجير كيهز خمسة. المهم داكشي واللي عند اللي طاوة كبيرة تهز بزاف، طاوة صغيرة عاود كتهز شوية. وبحال هكا كانت السمر وتا كنساليو الدجاج ديالنا. نبداو ان شاء الله على بركة الله بالحطان ان شاء الله. دابا هادو ستة ديال سبعة ديال المجالس، سبعة ديال الجلسات دفعتهم في الدقة. مازال التوصيل واحد ما حطيت فيه، معايا التريتور هما كيساعدوني، السيدة اللي كتساعدني حتى هي. وبحال هكا كندفعوا الماكله الغداء وبالصحه والراحه. وهانتوما كتشوفوا الدجاج ديالي كما كيف طلع زوين صراحه، تبارك الله ما شاء الله تكل. دابا ندوزو ان شاء الله غادي ندفعوا الكاطو. درت واحد الفيديو صغير وصافي هكا السويديه على الكاطو، غادي ندفعوه للسربايه. هو هكا نسا حنا سالينا ومبروك على العرسان، العروسة والعريس مبروك عليهم. الولد هاد الولد بحال ولدي رضوان، مبروك عليك يا ولدي. هذا الغداء ديال مات العروسة اللي جابت الغداء لبنتها، درت هاد الفيديو صغير هكا. تبارك الله ما شاء الله، الله يخلف عليهم. ايه فانا الغداء يعني ماشي غير هاد الجوج، راه تبارك الله ما شاء الله خير والبركه. هذا الكاطو ديال مات العروسه اللي جابته العروسه ديال بنتها، وتبارك الله ما شاء الله كل شيء زوين، كل شيء داز مزيان على خير وبخير. ومبروك عليكم العرسان ديالنا، اللهم زيد وبارك والسلام عليكم.